السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: انهيار الواقع الصحي العراقي، رجل كبير في السن يموت بعد طرده من المستشفى وآخر ينقل ببراد. في العنوان الثاني: غضب من إزالة منازل عراقيين لأغراض استثمارية وبذريعة التجاوز رغم امتلاء العراقي بالمسؤولين المتجاوزين. وفي العنوان الثالث: غياب الرقابة والدعم لمتنزه الزوراء يقود الأسود إلى افتراس الطفل، وجانب آخر يعكس إهمال الحيوانات في المتنزه. وفي آخر عناويننا: اعتصامات متواصلة لمهندسي النفط في ميسان للمطالبة بحقوقهم، والحكومة تتعامل معهم كعادتها بالعنف والاعتقال. أهلا بكم. نستعرض يوميا العديد من الحالات التي تدل على انهيار الواقع الطبي في العراق بسبب الإهمال وغياب الرعاية. هذه المرة رجل كبير في السن وفقير الحال دخل إلى مستشفى الكندي ببغداد وهو يتلوى من الألم، والنتيجة كانت طرده من المستشفى وبأمر من أحد الأطباء، ليبات خارج المستشفى إلى الساعة 12:00 ظهرا على أمل إدخاله. وجد ميتا بعد ذلك في مكانه. فنشاهد. هذا البارحة بالليل ما بي شيء، بس بطنه توجع شوية ورجليه. اثنين من العمال مال مستشفى الكندي امر عليهم دكتور وطلعه من المستشفى، ذبوه بالشارع، ظل يعاني من الوجع يعاني لحد الساعة ثاني يوم 12 الظهر. جينا لقيناه نايم على الكرويته وميت، حتى ما حد يدري بيش وقت ميت. لا حد يسأل عليه ولا هاي، هيك الفقير يصير بحاله؟ لا لو واحد عنده أهل وعائله وسالين عليه ويا أربعة خمسة يذبونه؟ لو كبير بالدولة يذبونه؟ لو بن واحد كبير بالدولة ينذب بالشارع؟ بس رجال فقير. نشرنا في تواصل.com العديد من حالات نقل المرضى، لكن ليس بسيارات الإسعاف طبعا، بل بالدراجات الناقلة للبضائع أو ما يعرف عراقيا بالستوتة، وكذلك سيارات البيك أب. هذه المرة المريض نقل بسيارة براد ناقلة للبضائع. هذا ما حصل ليلة أمس في مستشفى اليرموك في بغداد. فنشاهد. شوف الإسعاف هي براد مسوي الإسعاف. مساء بيش جينا لربع مساء صباحا غير المعمول. مركز جراحة صلبي؟ لا غير ستون الإمام. ها؟ زي بيقول لك هاي ويقول بالشمو صوم عشان. شو جروة مي؟ بيلعبون دابل. راح يسدون الباب لو ما يسدون. لعبون نفسي. خاف بيدوس البريك يوم. ها؟ حال بغاية السوء في القطاع الصحي العراقي. ننتقل إلى موضوع آخر معكم مشاهدينا الكرام. اعترضت سيدة عراقية في محافظة كربلاء بعض موظفي العتبة الدينية بسبب مطالبتهم بإخلاء منزلها وقطع الماء والكهرباء عنها لغرض استثمارات العتبة، كما قامت بالتهديد بضربهم وذكرتهم بحادثة التوقيع الشهيرة لنسيب عبد المهدي الكربلائي. فلنشاهد. لا لا اخوي انا حس ما راجع هذاك القسم وذيك العتبه روحي له. لا لا ما ضايعتك خاله والله متسلمين. ما قلت لك انا هاتيك لا متسلمين ما يدنا والله العظيم الطابوقه والله العظيم الطابوقه خلي يقطعها منك وانفتح. ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفه حلال، تدرون مو وظيفه حلال هذا والله العظيم مو وظيفه حلال، ولا تمشون بها حلال ولا تاكلون عيشتكم حلال. ما دومكم تغصبون المسلم اللي ما قاعد شيء ما مسوي شيء ما مسوي شيء، معتدين عليكم قاعدين بحلالكم حلال دوله؟ قلوا لي يا قاعدين بحلال دوله احنا؟ ليش انت قاعد تصدق قطعه الكهرباء مالتكم؟ مو مالت الدوله هي الكهرباء، مالت الواحد مو مالت العتبه هي. شو صرتوا افتراس وافتروا على العالم؟ أراجع العتبة أراجع العتبة العتبة هاي أم التوقيع
بيت مي. أغاتي. لا لا منفذ منفذ علينا قطع علينا المي. قطع علينا المي ليش؟ نبقى في هذا الإطار. جهات متنفذة نفذت حملة إزالة منازل لأهالي بحجة التجاوز في محافظة بابل. الأهالي أكدوا أن هذه الأراضي ملك صرف لهم ويوجد ما يدعم ذلك بحوزتهم من مستمسكات، مرسلين مناشدتهم للمرجعية ولرئيس الوزراء. فهل يا ترى ستستمع لهم المرجعية التي وجهت موظفيها بطرد الفقراء من منازلهم كما شاهدنا قبل قليل في كربلاء؟ فلنشاهد. رسالتنا بالدرجة الأولى للمرجعية بالنجف ولا سيد رئيس الوزراء وإلى السيد وزير الزراعة ولا وزير البلديات وللبرلمان والكل شريف يشوف قضيتنا. عقود من سنة 70 والأهالي سكنة من زمن الإنجليز من تقسيم الإنجليز، فهسه أصبحنا إحنا متجاوزين. نروح الراجع يقول المنطقة بها مدارس مؤسسة من الستينات، بها مركز صحي، بها بنايات تصورها الكاميرا مبنية أصلا منحوتة لأنه من الستينات، وهسه أصبحنا تروح تراجع تقول البلدية متجاوزين. يعني إحنا ندري اللي جاين بالستينات متجاوزين لو البلدية اللي جت بالألفينات. فإحنا الناشد لا نريد نهدد ولا نريد نوع الوعيد، ولكن نريد العطف ونريد الإنصاف ونريد نظرة المرجعية إنه لأنه إحنا ضحينا لهذا البلد كثير، وعلى المسؤولين يرجعونا تعبنا. ما نريد يرجعونا تعبنا، خلونا مالاتنا نعيش به، لا رواتب عندنا. هاي العوائل كلها كهلة وكلها كبار سن. الإهمال وصل لكل مناحي الحياة في العراق. متنزه الزوراء الذي كان متنفسا لترفيه العائلة البغدادية سابقا تحول لمصدر تهديد وذعر لسلامة الزائرين. مصدر أو مقطع مصور جرى تداوله بشكل واسع لافتراس مجموعة من الأسود لطفل بسبب غياب الرقابة. نشاهد معا هذه اللحظات الأليمة ومحاولات الناس إنقاذ الطفل من خلال طرد الأسود. فلنشاهد. كم من الوقت قضى هذا الطفل بين أنياب الأسود ولم يتدخل أحد من القائمين على المتنزه؟ طبعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملوا الجهات المشرفة على الحديقة مسؤولية ما جرى، وراح البعض منهم ينشر مقاطع لحال الأسود وهي تتضور جوعا حتى صار بعضها يأكل الأخشاب والحشائش. نشاهد حال الأسود في ظل تجويعهم من قبل إدارة المتنزه كما يقول رواد مواقع التواصل. هذا الأسد العراقي ياكل خشب. طبعا هنالك معلومة علمية تقول إن السنوريات أو فصيلة القطط هي
هي احيانا تتجه لاكل بعض الاعشاب من اجل تنظيف المعده او شيء من هذا القبيل، لكن الوضع يختلف تماما في العراق كما تشاهدون. اسد نحيل للغايه ويتضور رجوعا واضح من المشهد في اكثر من مقطع. ننتقل معكم الى موضوع اخر. ينفذ مهندسو النفط في ميسان اعتصامات منذ اسابيع امام شركه نفط ميسان للمطالبه بالتعيين على ملاك وزاره النفط. السلطات الحكوميه وبدلا من الاستجابه لمطالب المعتصمين قامت هذا اليوم باعتقال المهندسين جميعا. هذه لقطات مصوره سنشاهدها معا للحظه الاعتقال، فنشاهد. شوف صعدوا المهندسين عمليه اعتقالات من قبل قوات الشغب. صعدوا المهندسين كلهم. قوات الشغب حملة اعتقالات من قبل قوات الشغب على المهندسين المعتصمين. خلي يشوفون شلون جاي يصعدون بيهم. قوات الشغب اعتقلوا كل المهندسين المعتصمين. لدينا مجموعة من الصور مشاهدينا الكرام نشاهدها معا للمهندسين، عددهم 60 مهندسا وفقا لتقارير صحفية، وهم داخل مركز الشرطة بدلا من الاستجابة لمطالبهم. إذ أن من يطالب بحقه يعتقل في العراق، هذا عرف يبدو تتداوله حكومات ما بعد الاحتلال. دعونا نشاهد الصور للمعتقلين. هؤلاء هم المعتقلون في مركز الاحتجاز، ضابط يتحدث معهم. هذه الصور لا نعلم ما هي طبيعة الحديث الذي دار من الضابط تجاه المهندسين المعتقلين. هناك صيت سيء دائما عندما يتم ذكر مراكز الاعتقال والاحتجاز والسجون في العراق. المعتقلات، نظام التعذيب والترهيب، أمور موجودة مثبتة بتقارير حكومية وتقارير كذلك دولية تؤكد الطريقة التي يتعامل بها السجنون مع المسجونين في العراق بغض النظر ما هي التهمة. فهل يا ترى كان هذا الأسلوب هو المتبع أم ربما أسلوب آخر من التنويم المغناطيسي إذا صح التعبير؟ نراكم بعد قليل مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم. أهلا بكم. بين فترة وأخرى تستعرض الميليشيات تحديدا، هنا أخص بالذكر المجاميع المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة حتى وإن كانت منضوية ضمن هذه الحكومة بشكل أو بآخر، واقع الحال يختلف. هذه المرة استعراض لمنظمة بدر أو ميليشيا بدر وسط بغداد وغلق لتقاطع جامعة بغداد. وهناك أيضا تم إلقاء بيان تهديد وتنديد واستنكار لإسرائيل والولايات المتحدة، فنشاهد. هذه صور كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، ميليشيا بدر، هؤلاء من المنضوين ضمنها يحملون العلم العراقي لا أعلم ما السبب. قاطع سيد الشهداء، مركز بدر الثقافي الإسلامي، ويرتدون ملابس ممزوجة بين ملابس مدنية وملابس شبيهة بالزي العسكري، يحسبون على الدولة، يرفعون هذه الرايات التي يحتوي بعضها أو كثير منها شعارات طائفية كما هو متعارف عليه عراقيا، ويحملون السلاح
ويقودهم أحد الأشخاص الذي قاتل العراقيين في الثمانينيات، هادي العامري، وقتل العراقيين في الثمانينيات. وتشير الكثير من المصادر والوثائق لأنه قتل العراقيين أيضا وما زال يقتل بالعراقيين حتى هذه اللحظة. هذه الميليشيات تتجول والقوات الحكومية والحكومة تتفرج عليهم. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذه الصور وهذا الموضوع بشكل عام. خالد الشيخ لي يقول: لماذا التنديد والاستنكار؟ هذه أمريكا وتلك إسرائيل وأنتم تتبجحون بالصواريخ والإمكانيات. هذا الخيل وهذا الميدان، بكم خير ضربوا بكل ما أوتيتم من قوة. في تعليق آخر مؤيد يقول: سذاجة واضحة، هم أصدقائهم ويتظاهرون عليهم. وضمن التعليقات أحمد يقول: لا شغل ولا عمل، وطالع يستعرض. ويبدو أن أحمد أحد المنتسبين في القوات الحكومية. مصطفى حمزة يقول: خلي يجيكم التماس الكهربائي يعود ذيك الساعة يفيدكم شيخ المجاهدين. هنا طبعا إشارة إلى قضية القصف الذي تتعرض له معسكرات ومخازن أسلحة الميليشيات. حيدر يقول: النفر ب10,000 مأجرينا، في إشارة إلى شراء هؤلاء الذين خرجوا بهذا الاستعراض. أمير يقول: أيابا إسرائيل ترجف حاليا من منظمة بدر بعد هذا الاستعراض الهزيل كما يراه الكثيرون. صرح هادي العامري سابقا أنه لديه قدرة عسكرية طبعا مع ميليشيات الحشد بقوات قدرة عسكرية تضاهي ما يملكه الجيش من معدات وأسلحة. هذا أمر متعارف عليه في العراق أن هناك ميليشيات لديها سطوة وقدرة عسكرية أعلى بكثير مما تملكه القوات الحكومية. لكن يتساءل كثيرون: أين هو الرد بعد أكثر من أربع إلى خمس هجمات قامت بها، نفذتها وفق التقارير الدولية، نفذها الكيان الصهيوني على مواقع تابعة للميليشيا. أنتم تقولون نحن مقاومة، أين هي هذه المقاومة وأنتم محميون بالطيران الأمريكي وتقصفون صهيونيا ولا تتكلمون؟ نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الموضوع في هاشتاج مرتبط بما عرضناه قبل قليل بفقرة أراكم، أدوات إيران القذرة. هكذا وصف الوسم أدوات إيران في العراق، والجميع يعلم من هي أدوات إيران. محمد يقول: شكلت أدوات إيران القذرة التي بذرتها وحصدتها في كل أرض لها موطئ قدم، وجيشة الميليشيات مزودة بأسلحة متطورة ودربتهم سنين. وهذه إيران تحتل 4 عواصم عربية وتتحكم بها من خلال خلاياها ومرتزقتها ومخابراتها النشطة. حدث هذا أمام العالم أجمع حتى أصبحت أكبر دولة داعمة للإرهاب. في تغريدة أخرى فايز يقول: حزب الله لبنان، الحشد الشعبي العراق، بشار الأسد سوريا، الحوثي اليمن، وفي سوريا هناك الحشد وهناك حزب الله، وفي العراق هناك حزب الله، منتشرون. سعد يقول: من أدوات إيران القذرة زرع الفتن والتناقض في التصريحات بين مسؤوليها لتلعب على جميع الأوضاع والاحتمالات. وفي آخر التغريدات لدينا مشاهدينا الكرام محمد عبد الجليل يقول: ستستمر إيران بنشر الإرهاب ودعم الجماعات القتل والتدمير ما لم تجابه بقوة، فهم لا يفهمون إلا هذه اللغة. هكذا يرى يعني كثيرون ربما أن إيران يجب أن توضع عند حدها باستخدام القوة بعد أن تركت حرة طيل هذه الفترة الماضية ونشرت أذرعها وميليشياتها هنا وهناك، وأصبحت تهدد وتسيطر على 4 عواصم عربية باعترافها هي، باعتراف إيران ومسؤوليها. وبالتالي هكذا يرى ناشطون أن القوة العسكرية وقوة السلاح هي الحل الوحيد لقطع أذرع إيران وتحجيمها إذا كانت هذه فعلا هي الرغبة الأمريكية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا دائما ما نسمع أخبار عن يعني
اختراق حساب لشركة معينة، لفنان معين، لشخص مشهور، لكن هذه المرة تم اختراق حساب الرئيس التنفيذي لموقع تويتر، وتعرض للاختراق لمدة 30 دقيقة. فنشاهد. ننتقل إلى موضوع جميل للغاية وفي غاية البراءة. في مشهد طفولي بريء وجميل كذلك، طفل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أول أيامه في المدرسة وجد طفلا آخر مصاب بالتوحد خائف ويبكي، وإذ بالطفل الأول يمسك بيد الثاني ويواسيه ويقوده للدخول إلى المدرسة. فنشاهد ونتعرف على القصة أكثر. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.